سبحان الله الخالق، خلق 8 كواكب تدور حول الشمس واسمها المجموعة الشمسية. جميع الكواكب تدور حول الشمس بقدرة الله القادر المبدع. الله هو المبدع، خلق وأبدع الكون. عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. الله هو المبدع، خلق وأبدع الكون. عطارد، أقرب كوكب إلى الشمس، حار جدا، لا يوجد به ماء. الزهرة، بحجم الأرض ولكنه معاكس لها في الدوران. الأرض، نحن نعيش فيه، يوجد به ماء وهواء ونبات، يدور حوله قمر واحد، وجعل الله الأرض تدور حول نفسها، ويحدث الليل لنسكن وننام، والنهار لنسعى ونعيش. كل هذه نعم رزقها الله لينفع البشر. المريخ، الكوكب الأحمر، بسبب الحديد الذي يظهر على سطحه لديه قمر واحد. المشتري، من أكبر الكواكب. زحل، محاط بحلقات تتكون من قطع الجليد والصخور. أورانوس، حوله 13 حلقة ولديه 27 قمر. نبتون، الأبعد من الشمس، عاصف وبارد، مغطى بالجليد ولونه أزرق. سبحان الله الخالق، خلق 8 كواكب تدور حول الشمس واسمها المجموعة الشمسية. جميع الكواكب تدور حول الشمس بقدرة الله القادر المبدع. الله هو المبدع، خلق وأبدع الكون. عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. الله هو المبدع، خلق وأبدع الكون.